السلام، صباح الخير. بدنا نتمنى لك اسمك البدايه. بونجور نورا. نورا، نورا ولا لورا؟ نورا. نورا، كيف تعرفت بالبدايه على دكتور هراج؟ انا كنت سامعة عنه من زمان، يعني كنت بعرفه انه حكيم مشهور، بس بالاخر زمانات يعني على الفيسبوك تعرفته اكثر، شفت صوره بيفور افتر وهيك. قد ايه تشجعتي لما شفتي في كثير ناس ومشاهير وفنانين؟ كثير 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 كثير. شو حابه تغيري هيك؟ شو قال لك؟ شو نصحك؟ انا نصحني وجهي شوي، شد الكيرلي تبعك. قد ايه مهم هيك السيده انه تكون عندها اطلاله مميزه مشان هيك تضل؟ اهم شيء عندي اطلاله هيك، انه الستات يبينوا حلوين، يعني ينتبهوا لحالهم، يضبطوا حالهم، هيدا اهم شيء بالنسبه لي. شو بتقولي لباقي السيدات اللي بعد او يمكن بيستحقوا انه يطلعوا يعملوا هيك عمليات يضبطوا حالهم؟ لا، بقول لهم انه ابدا ما يترددوا، يجوا يعملوا تجميل عند حكيم دكتور، يعني رتسا وبزريان كثير مشهور، ويعني عندي ثقه فيه 100%. يعني ما شفت الافطر والبيفور، شوف شو رح نعمل. ايه اكيد. وهيك حطتك متزوجه؟ ايه. يعني حترجع البيت ما حيعرف يتزوج ان شاء الله. قد ايه بتنبسطي هيك انه؟ اكيد بنبسط، يعني بالاخر بدي اصغر، يعني شي 20 سنه يمكن. يعني هو شجعك كمان؟ ايه اكيد. عندك ولاد؟ ايه. هذا كمان ولادك هيك رح ينبسطوا انه امه نجحت جان كثير؟ اكيد بينبسطوا. طيب شكرا. ثانك يو. ثانك يو.